في زمن تسابقت معه خطى الحضارة العصرية، حتى كاد العالم يتحول في النصف الأول من القرن العشرين إلى قرية صغيرة بفعل الرقي والتطور المتسارع في كافة الميادين. كان اليمن حينها يشهد حالة من التدهور والتخلف المستمر، أوشك أن يعود فيها إلى عصور ما قبل الحضارة والتاريخ. إنه الحكم الإمامي المتخلف الذي جثم على أرض منها عرفت الإنسانية ماذا تعني الإنسانية، وفيها شيدت أعظم الحضارات وأعرقها منذ فجر التاريخ. حقبة مظلمة لم تتجاوز 5 عقود أخرجت الشعب من ركب الحضارة حتى بلغ مستوى الجهل والتخلف حدا لم يعد يدرك فيه المواطن واقع عصره وما يميزه عن سائر العصور، بل إنه كاد يجهل أن هناك عالم خارجي وشعوب أخرى تعيش معه على الكرة الأرضية. كيف لا وقد تجاوزت نسبة الأمية 98% تقريبا. كان الناس محرومين من التعليم، وكان لا يوجد في صنعاء وفي تعز وفي الحديدة في المدن الرئيسية، كان لا يوجد أكثر من 3-4 مدارس، وكان الدروس معلومة ومحدودة في الحدود التي يريدها الإمام. الحميدي اللي يعني نصب نفسه إماما وملكا على اليمن، واستخدم القوة الروحية والقوة المادية بطرق شريرة في سياسته. الأمية هذا إنه السياسة بإيجاز وباختصار بإيجاز إن بإيجاز إلى حد كبير إنه الشعب اليمني يستحيل حكمه بدون وهو قوي، بل يتوجب إضعافه. فتحت مدرسة عن طريق واحد من المسؤولين في النادرة الذي كانت مرتبطة بالطيب. قامت قيامة، لماذا تفتح مدرسة قبل أن تستأذن؟ ولماذا تدخل في المدرسة يعني دروس لا نراها؟ إلى حتى الذي بيقول له هل تريد أن القبيلي الذي خلق لطاعة الإمام يتعلم، وهل تريد أن يكون القبيلي يعني يشارك الناس في آرائهم؟ القبيلي يجب أن يكون قبيلي، والرجل العادي يجب أن يكون عادي. إذا خرجوا عن هذا النطاق أو عن هذا معناه أنهم يتمردوا علينا. وكان الإمام نفسه يقول لأولاده، يقول لهم يا مغفلي اليمنيين إذا شبعوا باقوا وإذا تعلموا أنقضوا،
يعني يخلي الجاوع يتباك وتقول الجاهل يطيعك، هذه هي السياسة. وهكذا نجح الأئمة في تضليل الشعب وإقامة دولة لا تقر بواجباتها تجاه المواطن، مما حتم على المجتمع الاعتماد على نظامه الاجتماعي في توفير احتياجاته وتحقيق مصالحه لسد الفراغ الوظيفي والمؤسسي في نظام الدولة، خصوصا وأن حالة العزلة التي فرضت عليه بلغت من الإحكام حدا اتسمت فيه تطلعات المواطن واحتياجاته من مأكل وملبس ومشرب بالطابع البدائي الممكن ضمان توفيرها بنظامه التقليدي والعرفي في ظل غياب التشريعات القانونية. ونتيجة لذلك وجدت النعرات القبلية والمناطقية التي سادت بفعل مستوى الجهل والحرمان اللذين عانى منهما شعبنا في ذلك الوقت.